سلام العدلي، مرحبا بك مرة ثانية في منتدى التضامن الإخبارية. المناسبة هذه مناسبة سعيدة، والحمد لله جعلنا الله من عين جعلنا شهداء على انبعاث الفر الزيتوني في تطاوين، والشرف كان معناها الأوفى كان لحضرتكم. لو كان تحدثنا برشا ناس تساعد التعليم الزيتوني كيفاش باش يكون؟ هل هو التعليم معناها وفق التعليم الموجود حاليا في وزارة التربية، ولا تعليم نوع آخر؟ أشكرك على هذا اللقاء المبارك وهذا اللقاء الثاني معكم. بارك الله فيك. ونحن جئنا هنا لنأذن لفرع زيتوني بتطويب بأن يستأنف مسيرته، وأن هذا التعليم هو تعليم مستقل وهو غير بعيد عن التعليم الموازي الآخر. التعليم الموازي لا نعاديه، بل نحن نحتضنه ونحتضن برامجه، فنأخذ منها ما يتلائم تماما مع فروع مع مواد جامعة زيتونة، ولكن جامعة زيتونة يتميز بمنهجية خاصة ويتميز بأسلوب خاص ويتميز بمحتويات علمية قيمة جدا سوف يسعد بها المواطن ويسعد بها التلميذ، وهو بحق تهدف إلى تكوين التلميذ الدؤوب على طلب العلم والمخلص لطلب العلم والمخلص لوطنه والمخلص لرسالته. لا يعني هذا أن الأطراف الأخرى من أنواع التعليم، وإنما هنا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شيخ سالم، التعليم الزيتوني هل يكون في مرحلة ابتدائية، مرحلة ثانوية، مرحلة تعليم عالي، ولا كيفاش؟ في مرحلة ابتدائية. أيوة. ويعبر عنها. تشدوا المرحلة الابتدائية هذه. ست سنوات. أيوة. ست سنوات نحن نأمل. في المرحلة الابتدائية هذه كيف يكون التدريس؟ التدريس سيكون محتضنا لبرامج التعليم الابتدائي الموجود حاليا. أيوة. بعد التعديل وبعد التهذيب وبعد التغيير ما ينبغي تغييره. أيوة. بالإضافة إلى المواد مواد التعليم الزيتوني التي ستضاف إلى ذلك، من ذلك حفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية وحفظ المتون من نحو وصرف وبلاغة، بالإضافة للغة الفرنسية وبالإضافة للغة الإنجليزية، ثم بالإضافة إلى الإيقاظ العلمي ولكن تطويره وتعمق فيه، ثم بالإضافة إلى الرياضيات وغير المواد. هل سيختم التعليم الابتدائي بشهادة؟ التعليم الابتدائي يختم بشهادة. أيوة. يختم بشهادة ومنها يدخل إلى السنة الأولى من تعليم الزيتوني. تعليم الزيتوني. قديش يدوم المرحلة هذه؟ ست سنوات. ينتهي بسنة سابعة نقول باك توا. لا، ابتدائي ست سنوات. أي. ثم بعد ذلك هناك مرحلة أولى. أي. وتسمى الجزء المشترك. أيوة. هذا الجزء المشترك هو 4 سنوات وينتهي بشهادة الأهلية. أيوة. وبعد ذلك تكون هناك الاختصاصات المتنوعة وشعب متنوعة. أيوة. في العلوم الإسلامية. أيوة. وعلوم اللغة والأداب. أيوة. وهناك شعبة الرياضيات. أيوة. وهناك شعبة العلوم وشعبة الاقتصاد وشعبة التقنية وغيرها من الشعب الأخرى التي يقتضي الواقع تنزيلها والتي يطلبها المجتمع التونسي ويطلبها مقتضيات طلب العلم. وبعد ذلك تنتهي هذه الفترة الدراسية الثانوية بشهادة التطويع، وبالأحرى عبر عنه بشهادة التحصيل المقابلة لشهادة البكالوريا. أيوة. هذا. ثم بعد ذلك هناك شعب أخرى اختصاصية بطبيعة الحال، هناك كليات ستكون هناك كليات في هذه الفترة الزمنية. سنعمل إما تحوير برامج التعليم العالي طبقا لمناهج التعليم الزيتوني، أو احداث كليات متماشيه تماما مع التكوين العلمي لطلبتنا وتلامذتنا في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. ستكون هناك مثلا باذن الله كليات طبيه اسلاميه، ولكن لا يعني اننا سنقصر الكليات الطبيه الموجوده عندنا، بل نحن سيكون هناك توافق وتناسب وتلائم، وفي هذا المجال تتكون مثل لجان لدراسه برامج الطب وما يمكن تعريبه سيكون تعريبه، وما والذي يعصر ترجمته أو تعريبه سيؤجل ريثما تتوفر الإطارات التي تتولى عملية الترجمة والتعليم الطبي والتعليم بقية الشعب الأخرى. أيوة. تعليما زيتونيا إسلاميا يؤدي ويحقق مطامح الأمة التونسية والمجتمع الإسلامي في تونس. التعليم في المرحلة زيتو في المرحلة في المرحلة الثالثة هذه سيكون مجاني أم يكون بمقابل؟ كله مجاني. شيخ سالم. نعم. الأوقاف اللي كانت تابعة لجامعة الزيتونة والوقع التصرف فيها في زمن البرجيب ثم زمن بعتلي المخلوع، هل ستطلبون باستعادتها حتى معناها يعاونكم هذلك في القيام بالواجب الكبير؟ نحن بسياستنا. هي. وبسلوكنا. هي. وبتوفقنا في برامج تعليمنا. أيوة. سنجعل الأطراف المقابلة التي تمسك بهذه الأوقاف تلقائيا يرجعون لنا هذه الأوقاف. أيوة. نظرا
لإخلاصنا في عملنا ونظر نجاحنا في هذه الأعمال. عندكم شو فكرة ولو إجمالية على الأوقاف هذه قديش معناها؟ تبعت الحالية مطروحة الآن على مستوى وطني، لم نطرحها نحن بل طرحها المسؤولون وتطرقوا إليها. من ذلك مثلا أن مصطفى الفلالي أصدر في جريدة الفجر أخيرا اعتذارا للشعب التونسي كيف شارك في عملية إلغاء هذه الأوقاف، والأوقاف هي حقيقة واقعة. كل عاقل في تونس يدرس هذا الوضع وبطبيعة الحال سيرون إذا كان هذا المشروع جامد ناجحا ستعادل تلقائيا أوقافه. هم سيتابعوننا في برامجنا وسيحضرون هذه البرامج في مختلف السنوات الدراسية، فإذا كانت هناك جدوى وهناك استحقاقات بطبيعة الحال الدولة تستجيب وأصحاب النظر يستجيبون لطلبنا بسبب لو كنت أعطينا فكرة ولو القيمة المالية لهذه الأوقاف قدرتوهاش تقريبا قديش؟ الواقع هي غير محدودة تقريبا حسب ما قيل أنها تساوي ربع أو ثلث المساحة التونسية الخضراء في تونس. ما شاء الله ما شاء الله. بالإضافة إلى عديد العقارات الأخرى التي كانت تابعة لجامعة زيتونة من مبيدات ومدارس مثل معهد ابن شرف. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. للقاء آخر بحول الله. نلتقي فرصة بالتوفيق. بالتوفيق. السلام عليكم.